بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في فصل شروط الجمعة، ومنها الخطبتين، وهما شرط عند جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد. قال الموفق وغيره: شرط لا تصح بدونهما، ولا نعلم مخالفا إلا الحسن. وقال في الفروع: ومن شروطهما تقديمها اتفاقا، وهما بدل ركعتين لا من الظهر، لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر بل مستقلة، وإنما الظهر بدل عنها إذا فاتت. وعن عمر وعائشة رضي الله عنهما: قصرت الصلاة من أجل الخطبة. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى لبيان لزوم خطبتي الجمعة، وأنهما خطبتان لا خطبة واحدة، وأنها تقدم على الصلاة كما يفعل أئمتنا اليوم، وأن من شرط هذه الخطبة أن تكون اثنتان يجلس بينهما جلسة خفيفة ثم يقوم ويبدأ بالخطبة الثانية. وسيأتي شروط هذه الخطبة، وأنها لازمة لصلاة الجمعة، حيث أن الجمعة قصرت بركعتين بدل أربع ركعات لأجل هذه الخطبة. والأئمة رحمهم الله مالك والشافعي وأحمد كلهم يقولون بلزوم هذه الخطبة، هكذا قرر العلماء ذلك، ولا يجوز تركهما. نعم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه: كانت خطبته يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. رواه أبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وللبيهقي: وجعلت أمتك لا يجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر، يعني هذا الحديث في صحيح مسلم، عن جابر أحد الصحابة رضي الله عنهم: كانت خطبته يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، كما سيأتينا بيان ذلك كاملا. يحمد الله ويثني عليه بما أهله، بما هو أهله. وعن أبي هريرة مرفوعا: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، يعني مريض، يعني غير صالح لأن يقدم. رواه أبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة، الجذمة المريضة التي ما تستطيع تأخذ ولا تعطي ولا فائدة فيها. وللبيهقي:
أن الله تعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: وجعلت أمتك لا يجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. فالخطبة في صلاة الجمعة لازمة، وهذه الخطبة تبدأ بحمد الله جل وعلا والثناء عليه بما هو أهله والشكر لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما يأتي ففي هذا الحديث الله جل وعلا يمتن وله المنة العظمى على محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وجعلت أمتك لا تسم لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. فشهادتنا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة أنه عبد لله ورسول من عنده سبحانه وتعالى، هذا واجب علينا. فهو عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، يعني ما يصح أن نعبد محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يعبد محمدا فقد مات، خلاص انتهى، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يصدق لا يكذب، فهو كالرسل، واحد من الرسل، يعني ما يصلح أن نقول هذا عبد، عبد كيف نطيعه؟ عبد لا يستحق شيئا من العبودية، لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فواجب علينا أن نصدقه. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ولأبي داود عن ابن مسعود كان إذا تشهد قال: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقال أحمد: لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان، وذكره مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة. قال ابن القيم: وهو الواجب في الخطبة قطعا. هذا هو الواجب في الخطبة قطعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كلما خطب حمد الله وأثنى عليه، قال: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله وحده لا شريك له، لا يستحق الحمد سواه سبحانه وتعالى. فأنت تحمد الناس على ما فعلوا من أفعال الخير، لكن الحمد المطلق لا يصح إلا لله. الحمد لله نحمده ونستعينه، نحمده نثني عليه جل وعلا بما هو أهله، ونستعينه نطلب العون منه جل وعلا. فالعبد ما يستطيع أن يثني على الله ولا أن يحمد الله إلا بمعونة ربه جل وعلا على ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا يستطيع العبد أن يحمد الله جل وعلا وأن يثني عليه بما هو أهله إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نسأله المغفرة لأن الذنوب تكثر على العبد،
ولا يسلم منها إلا من غفر الله له ذنبه. فالذنوب كثيرة وتتسلط على العبد، فإن لم يغفرها ربنا تراكمت عليه وأدخلته النار والعياذ بالله. ونتوب إليه، فالتوبة من العبد لله جل وعلا واجبة من كل ذنب. كل ذنب تذنبه يجب عليك أن تتوب إلى ربك، فإن تبت في حال الدنيا تاب الله عليك، وإن لقيت ربك بهذا الذنب ولم تتب منه وكان من الكبائر فأنت داخل تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا غفر لك من أول وهلة، وإن شاء عذبك وهو على كل شيء قدير. فالذنب الذي يتعلق بالعبد لا يخلو، إن كان كبيرة أو صغيرة، فالصغيرة كالنظرة اليسيرة والكذبة اليسيرة، وهكذا هذه صغيرة يغفره الله جل وعلا بماذا؟ بالأعمال الصالحة، بالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وقول الدعوة إلى الله جل وعلا والعلم النافع والعمل الصالح. وهكذا الصغائر ما يحتاج للعبد أن يتوب منها لأنها مغفورة بإذن الله، وإن تاب منها فحسن، لكن إذا لم يتم منها فهي مغفورة بإذن الله. والكبيرة تختلف عن هذا، الكبيرة ما تغفر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام ولا بالحج، وإنما تبقى مع العبد، إن تاب معها في الدنيا تاب الله عليه، وإن لقي الله جل وعلا ومعه شيء من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الأمور، فهذا يقال له داخل تحت المشيئة. مشيئة من؟ مشيئة الرب جل وعلا، داخل إن شاء غفر له من أول وهلة وأدخله الجنة، وإن شاء لم يغفر له فيدخله النار ثم مآله بعد هذا إلى الجنة. فالمسلم لا بد أن ينال الجنة ويدخلها، لكن ما يدرى من المسلمين من يدخلها بعد ساعة، ومنهم من يدخلها بعد شهر، ومنهم من يدخلها بعد سنة، ومنهم من يدخلها بعد مئات السنين وعشرات السنين وهكذا. فالواجب على المسلم أن يتوب إلى الله في حال الدنيا، فإن لم يتم منها في حال الدنيا قلنا هذا داخل تحت مشيئة الرب جل وعلا، إن شاء غفر لعبده وإن شاء عذبه. ونستغفره، نطلب من ربنا المغفرة لذنوبنا، ذنوبنا كثيرة وأخطاؤنا عظيمة، فنستغفر ربنا جل وعلا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. العبد ما يصيبه شر إلا من قبل نفسه، أبدا ما يجيه شر إلا من قبل نفسه، الله جل وعلا لا يسلط عليه الشر أبدا، الله كريم وجواد وعظيم يغفر الذنوب، لكن العبد متى يصاب بالشر؟ إذا أساء على نفسه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة من نفسك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، الحسنة من الله، والسيئة تصيبك من نفسك بسببك أنت، بسببك أنت، أنت الذي اقترفت هذه السيئة فتسلط عليك العذاب. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نسأل الله جل وعلا السلامة من الشر، ونسأله العفو والعافية، وسيئات أعمالنا، أعمالنا هي التي تسلط علينا بالأعمال السيئة،
إذا ظلمنا، إذا سلطنا على أحد من المسلمين، إذا آذينا، إذا سرقنا، إذا أخفينا المال، إذا أتينا بمنكر، فكذلك كل هذه الأعمال تضر العبد وهي من قبل نفسه. وحتى ما يأتيه من الغير يأتيه من الغير بسبب فعله السيئ، يأتيه الشيء يقول هذا أنا ما فعلته، يأتيه الفعل من الغير بسبب فعله هو، يسلط الله عليه ذلك. يقول بعض الصلحاء: إني لأعرف إذا عصيت الله جل وعلا ذلك في وجه زوجتي وسير دابتي ومعاكسة والدي ولدي ووالدي. يقول هذه الأشياء التي تضيتيني وتضرني بسبب أنا، بسبب أني عصيت الله، فسلط الله علي الزوجة وسلط علي الولد وسلط علي الخادم وسلط علي حتى السيارة والدابة وغير ذلك، يسلط على العبد ويكون تعبان ولا ينجز له عمل بسبب فعله هو. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يسأل العبد ربه الهداية، لأن الهداية من أين تجيه؟ من الله جل وعلا. والأضلال من أين يجيه؟ من الله جل وعلا. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالهداية تأتي من الله، فعلى العبد أن يسأل ربه الهداية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه شهادة العبد لله بتوحيده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو حق، التوحيد حق الله جل وعلا. من وحد الله جل وعلا قبل الله منه ذلك، ومن لم يوحد فالويل له. فالمسلم قد يقع في الشرك، فإذا وقع في الشرك حرمت عليه الجنة، وإذا كانت المسألة عاصية دون الشرك فالله جل وعلا يغفرها لعبده أو تستمر معه ثم يكون مآله إلى الجنة. لكن الشرك متوعد صاحبه بأن الله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لا تتم الشهادة الأولى إلا بالشهادة الثانية، ولا تتم الشهادة الثانية إلا بالشهادة الأولى، فهما شيء واحد. لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله أن يكون معها شهادة أن محمدًا رسول الله. فقد يشهد العبد أن لا إله إلا الله، لكن يقول محمد رسول العرب، ما هو بلي أنا، أنا عجمي، محمد رسول العرب. نقول ما تصح شهادتك الأولى حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قد يشهد العبد أن محمد رسول الله، لكن الشهادة لله، يقول لا أنا أعبد هذا وهذا وهذا وأعبد آلهة كثير، ما يكفيني واحد أعبده. أقول له إن شهادتك أن محمد رسول الله ما تنفعك إلا إذا شهدت أن الله واحد أحد فرد وصمد، وأن محمد عبده ورسوله. وقال أحمد: لم يزل الناس، أحمد بن حنبل رحمه الله قال: لم يزل الناس، يعني مستمرون، يخطبون بالثناء على الله والصلاة على رسوله، يعني طريقة المسلمين في القديم والحديث والأول والآخر، أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأن كل عبادة
افتقرت إلى ذكر الله تعالى، افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. كالأذان، فالأذان ما يتم إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وذكر معه مع ذكر ربه والشهادة له بالرسالة. الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة بأنه رسول الله وأنه عبد الله ورسوله. قال ابن القيم: والواجب، وهو الواجب الخطبة قطعا، يعني يجب في كل خطبة أن يحمد الله جل وعلا ويثني عليه ما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر الناس. وهكذا الواجب على كل مسلم. فعلينا أيها الإخوة أن نهتبل لخطبة الجمعة وأن نؤديها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها، ولا نطيلها كما سيأتينا، وإنما نتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سواء كان معك أناس لا يشهدون أن لا إله إلا الله وتعلمهم، أو معك أناس يشهدون أن لا إله إلا الله، فيجب عليك أن تذكرهم. ما تقول ما يحتاج إلى شهادة؟ هؤلاء مسلمون كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: الذي يشهد هذا نذكره، والذي لا يشهد أن لا إله إلا الله هذا نخبره بالواجب عليه. فيجب عليه أن يقوم بهذا حق القيام. هكذا ينبغي للعبد أن يحفظه ويأتوه، وسواء كانت الشهادة والصلاة في أول الخطبة أو في آخرها، لكن يحسن أن يأتي بها كما أتى بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، يحمد الله ويثني عليه ويصلي ويسلم على رسوله. وهكذا يجب على المسلم أن يقوم بذلك، ولا يقول: الخطبة الماضية ذكرت بها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالخطبة هذه ما يحتاج أن أذكرها. يقول: لا، لا يلزمك في كل خطبة أن تبين مكانتها من الدين وأنها أساس الدين. هكذا أيها الإخوة يجب علينا أن نهتم بهذه الشهادة ونؤديها كل وقت وحين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل مما ينبغي للخطيب أن يشير بيديه أثناء الخطبة لما في ذلك من البلاغ للسامع؟ أما الإشارة باليد فلا ينبغي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على قوس أو عصا في الخطبة، واليد الثانية يضعها على حافة المنبر حتى لا يشتغل بها ولا يخاطب الناس باليد، لأن بعض الناس ما يرى ما يقول الخطيب، وإنما الخطبة تسمع سماعا. يقول: هل تصبح الذنوب الصغائر وتصير كبائر بالإصرار والمداومة عليها؟ لا يا أخي، هذا من لطف الله جل وعلا بعباده، أن الصغيرة لا تنقلب إلى كبيرة أبدا، وإنما يحاسب العبد على الصغائر والكبائر إذا شاء الله جل وعلا وإذا شاء غفر له. فالصغائر كالكذبة اليسيرة ونحو ذلك من الأمور البسيطة، والكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر، لكن العقوبة قد تتكرر على الصغيرة حتى تكون كالكبيرة، كما قال القائل: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. يعني كلما استغفر العبد من ذنبه ذهبت الصغائر والكبائر بإذن الله. والصغيرة إذا لم يستغفر لها العبد
بقيت عليه إذا لم يوجد أعمال صالحة تكفره. يقول: ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ التوبة أن يتوب العبد، والتوبة هي الإقلاع عن الذنب تركه، والتوبة الندم على ما مضى والعزم على ألا يعود، هذه التوبة. وإذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فلا بد من رد الحق إليه أو استحلاله أو نحو ذلك، هذه التوبة. وأما الاستغفار فأنت تستغفر الله، تسأل الله جل وعلا أن يغفر لك ذنبك ذنوبك كلها. يقول السائل: هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن على الدعاء عندما يكون الإمام على المنبر أم نلزم الصمت؟ إذا لم يكن بذلك تشويش فالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لله جل وعلا، ويجب على المسلم أن يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما سمع ذلك يسحب له، ولا يؤثر ذلك على سماعه للخطبة. يقول السائل: أعمل في فندق وأقبض مبلغا بدل سكن، وقد أمرني مدير الفندق بأن أسكن في الفندق لكي أصنع له فطورا لإفطار الصائم، هل يجوز لي أن أقبض الراتب البدل السكن؟ هذا إذا كان مدير الفندق يملك الشيء الذي أذن لك فيه فلك ذلك، وإذا كان لا يملكه فلا يسوغ لك إلا بإذن المالك. يقول السائل: هل تسمية المولود تكون أفضل بعد ذبح العقيقة أم قبلها؟ لا حرج في هذا أن تسمي المولود عندما تذبح العقيقة أو قبل أن تذبحها أو بعد ذبحها، ما في حرج والحمد لله. يقول السائل: إذا كانت مغادرتنا من مكة بعد العشاء مباشرة، هل لي أن أطوف الوداع قبل الدرس الذي بين العشاءين أم أترك الدرس لأتمكن من طواف الوداع بين العشاءين؟ لك ذلك كله والحمد لله، لا حرج عليك أن تطوف بين العشاءين وأن تقدم طوافك قليلا حتى تسمع الدروس أو تستفيد أو تعمل شيئا من مصلحتك، فلا حرج عليك في هذا كله. يقول السائل: ماذا عن الذي يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا في بعض الأحيان، هل هو تحت المشيئة؟ هذا في جهاد مع الشيطان، في قتال مع الشيطان، أحيانا يغلب عليه الشيطان ويترك الصلاة، وأحيانا يتغلب على الشيطان ويصلي. والواجب على المسلم أن يبتعد عن الشياطين ووسوستهم ويحافظ على الصلوات الخمس، فإذا تأخر في شيء من ذلك فيجب عليه أن يبادر بالقضاء والتوبة، والتوبة إلى الله جل وعلا تجب ما قبلها. يقول السائل: قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فهناك آية أخرى تقول: قل كل من عند الله، فما المفهوم من قوله تعالى كل من عند الله؟ كل من عند الله، السيئة التي فعلتها والحسنة التي فعلتها كلها بتوفيق الله جل وعلا، والسيئة التي فعلتها كانت بتوفيق الله وكانت بسبب عملك السيء، فيقال كل من عند الله وكل من عندك، يعني أن الحسنة توفيق الله جل وعلا لك، والسيئة أنت فعلتها بنفسك، فعليك أن تتوب إلى الله جل وعلا منها،
والله جل وعلا هو الذي كتبها عليك، فلا يقال إن الحسنة من الله والسيئة من العبد مطلقا، وإنما هي السيئة من العبد إنه تسبب لها وفعلها. يقول السائل: لي ربيبة ربيتها منذ صغرها والآن كبرت، فبعض الناس يقولون إنه لا يجوز لي الخلوة معها لأنها جميلة فاتنة، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح إذا لم تكن أرضعتها ولا أرضعتها امرأة لا تحل لك، فيجب عليك أن لا تخلو بها، لكن يحسن أن تزوجها أنت إذا كانت لست محرما لها، يا لا يخلو. إما أن كنت محرما لها فيجب عليك أن تبتعد عنها ولا تخلو بها خشية أن تقع عليها وهي محرمة عليك، وإن كانت بنتك من الرضاعة أو بنت أختك أو بنت أخيك. أما إذا كنت أرضعتها فأنت محرم لها، وإذا لم يرضعها أحد من أقربائك فتحل لك أن تتزوجها أخي، وأنت أحق الناس بها ما دمت لست محرما لها، فارجع إلى الحاكم الشرعي لينظر في أمرك وإياها. السائل يقول: هي ربيبة بنت زوجته، كانت ربيبة يعني بنت الزوجة، بنت الزوجة إذا خشيت الافتتان بها فلا تخلو بها، وإذا لم تخش فهي كابنتك، ابنتك الجميلة، أنت تخلو بها ولا تخاف على نفسك، فكذلك هذه. وإذا خشيت على نفسك أن تقع عليها فيجب عليك أن تبتعد عنها ولا تخلو بها، كذلك البنت والأخت إذا خشيت على نفسك أن تقع عليها يجب عليك أن تحذر ذلك، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والربيبة هذه هي بنت الزوجة لا تحل لك بحال، بخلاف التي تكلمت عنها فرباها أظنه أرضعها أو قام بها أو قام بالإنفاق عليها، حيث أنها لا يعرف والدها ولا يعرف من يقوم بها. يقول: هل يجوز تسمية المولود باسم مكة؟ نعم يجوز أن تسميها مكة والمدينة البنت. يقول: إذا كنت أصلي صلاة بعد الأذان وأقيمت الصلاة وكان هناك مكان في الصف الأول، ماذا أفعل؟ لا بأس عليك أن تتقدم إليه إذا كان قريبا، وأما إذا كان بعيدا فلا يحسن المشي وقت الصلاة. يقول: إذا فاتني جزء من صلاة الجنازة فماذا أفعل؟ أنت بالخيار، إن شئت أن تبدأ صلاة الجنازة بالذكر الذي فيه الإمام، إذا كان الإمام بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تبدأ بذلك وتكمل، وإن كنت أو تبدأ بأول الصلاة، فإن بدأت بأول الصلاة فإذا سلم الإمام تكمل ما بقي عليك، وإذا بدأت بالذكر الذي فيه الإمام تأتي بالذكر الأول السابق، وهكذا، فالمسألة فيها راحة ونعمة وفيها سعة ويسر. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.